أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل التي نستعرض فيها بالأرقام والتحليل أداء البورصة المصرية التي تبين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على مكاسب محدودة بلغت 11% مسجلا 9611 نقطة و66 من 100 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا نسبته 52% ليصل إلى 569 نقطة و63 من 100 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 47 من 100% ليسجل 1136 نقطة و51 من 100 نقطة. كما نزل مؤشر إيجي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 12 من 100% مسجلا مستوى 10514 نقطة و73 من 100 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق، حيث تصدر قطاع البنوك قطاعات السوق الأكثر نشاطاً بنسبة 20.57 من 100%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 17.66 من 100%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.35 من 100%، وحل رابعاً قطاع العقارات بنسبة 14.81 من 100%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 83.3% من التداولات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على 3.5%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 13.92% من إجمالي التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي مال فيه الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 31.9% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 68.9%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم العبوات الدوائية المتطورة بنسبة 5.77%، ثم سهم زهراء المعادن للاستثمار والتعمير بنسبة 5.53%، يليه سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 5.2%، وحل رابعا سهم النصر لصناعة المحولات الماكو بنسبة 3.31%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فتصدرها سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 5.31%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 5.4%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.89%، وحل رابعاً سهم بنك فيصل الإسلامية المصرية بالجنيه بنسبة 3.23%. هذا وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 1.9 مليار جنيه ليسجل 517.3 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 316 مليون جنيه. لمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أستاذ صفوت أهلا بك. دعنا أولا أستاذ صفوت ومشاهدينا الكرام نخرج إلى تقرير يرصد أداء السوق إجمالا في جلسة تعاملات اليوم، ثم نبدأ تحليلنا مع الأستاذ صفوت عبد النعيم، ابقوا معنا. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللونين الأخضر والأحمر في دلالة على تباين أداء أسهمها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، وسادت السوق حالة من الترقب لأي أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات. صاحب ذلك شح في معدلات السيولة والتداول بالسوق، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع قابلها عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر نحو 1.9 مليار جنيه ليصل إلى 517.3 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم اقتربت من 316 مليون جنيه، ووصل إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق إلى 647 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعا محدودا بنسبة 11%
بينما تراجع مؤشر جيك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 52%. وتراجع مؤشر جيكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر نحو 47% من قيمته. وسطاء بالبورصة أكدوا أن الترقب سيطر على التعاملات مع انتظار إعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات، فضلا عن ترقب تأثير العديد من الطروحات الكبرى التي أعلن عنها مؤخرا على سيولة السوق. وأكد الوسطاء أن البورصة تعاني منذ أسابيع طويلة من نقص معدلات السيولة، ما ينعكس على أحجام التداول بشكل واضح، مشيرين إلى أن نقص السيولة دفع الأسهم للتحرك في نطاق عرضي وترك المجال للمضاربات بشكل أوسع. وتوقع خبراء ماليون استمرار التحركات العرضية للسوق طالما بقي المؤشر الرئيسي تحت حاجز 10,000 نقطة، انتظارا لضخ سيولة جديدة سواء من خلال الاكتتابات الجديدة أو إعلان أنباء قوية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ. إذن مشاهدينا، لأداء السوق اليوم مع الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أستاذ صفوت أهلا بك مرة أخرى. يعني السوق شهدت تباينا، المؤشر الرئيسي شهد ارتفاعا طفيفا، فيما عدا باقي المؤشرات سجلت تراجعات. قراءتك لأداء السوق في جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة النهاردة هي جلسة من سلسلة الجلسات الدراماتيكية اللي اختلقها صناديق الاستثمار من يعتبر من أول الشهر اللي احنا فيه. وبقول اختلاقها لان صناديق الاستثمار عشان ما فيش ما يدعو للهبوط كل دوت. حتى في الارتفاع لو قلنا جني ارباح من مستوى 10,000 نقطة ما كانش فيه ما يدعو بالنسبة للأسهم ان يكون فيها جني ارباح، يعني ما فيش اي ربحية عشان اجنيها اصلا. كل اللي حصل كانت تركيز سيولة معينة في الأسهم القيادية، وخاصة اللي كان مركز فيها صندوق المؤشرات اللي تم اصداره في اول السنة دي، وتابعه طبعا باقي الصناديق الاستثمار في تركيزها في بعض الأسهم، فده عمل نوع من التشبع الشرائي في الأسهم القيادية اللي هو اختلق عشانها أصلا الصندوق الجديد. وبالتالي كان لازم في وقت معين من التشبع الشرائي اللي هم عملوه لازم يحصل زي نوع من تسييل، مش هقدر أقول جني أرباح، إنما تسييل جزء من هذه الأسهم عشان إعادة توجيهها مرة أخرى ان هو انشئ لهذا الغرض فيما بعد. بس للاسف كان جاي على حساب الافراد بشكل قوي جدا. وليه بقول برضو اختلقها الصناديق المصريه او المؤسسات المصريه؟ مش هقدر اقول المؤسسات المصريه كلها، المؤسسات المصريه عندي فيها محافظ بنوك، فيها محافظ شركات تامين، فيها محافظ هيئات حكوميه، كل الكلام ده. انما اعتقد عمليات البيع اللي بتتم من غير ربحيه في السوق يبقى اكيد ندور على الغرض التاني ليها، فالغرض التاني ليها هو تسييل جزء من هذه المحافظ اللي اتشبعت بشراء مسبقا. ده تم التعويل بقى عليه قبل كده ان السبب في الاحداث ليبيا هي السبب. لا اعتقد هذا، يعني لو كان الاحداث دي هي السبب كان اكتر ناس خافت ممكن العرب والاجانب اللي هم على طول بنشوفهم هم مشتريين. فاحنا مش شايفين ما يدعو ابدا لبيع الصناديق المصريه او مدير الاستثمار. يعني الصناديق المصريه مجرد ان هي كيان خاص لوحده بيديره صندوق استثمار، يعتبر احنا عندنا حوالي 5 مديرين استثمار بيديروا اكبر حجم راس مال في السوق، وزاد عليهم طبعا صندوق المؤشرات الجديد اللي بيديره شركه بيلتون. لسه مش شايفين صانع للسوق لغايه دلوقتي بالنسبه للصندوق اللي تم انشاؤه ده، بل بالعكس احنا شايفين لغايه دلوقتي مع احجام مع ضعف احجام السيوله اللي في السوق شايفين ان في ضرر، في ضرر في السوق، الناس مش قادره تحس ان في سوق في تداول. اذا ما هو المطلوب استاذ صفوت لعلاج مثل هذا الضرر الذي تتحدث عنه؟ مش هقدر امنع او اتدخل انا كبورصه، عشان الناس كتير بتطالب البورصه بالتدخل، انا مش هقدر امنع كبورصه او كاداره بورصه رغبات المشتري والبائع. دي استحاله عشان الناس بس تبقى متفقه عليه، مفيش حد مسؤول عن ده. بس اقدر انا من التداول، من عمليات التداول، وانا شايف عندي عمليات البيع اللي بتتم بدون مبرر، ان انا ابتدي افكر في اصدار لوائح وقوانين او يعني تشريعات داخليه بحاول بحيث احجم الاحتكار الاستثماري في القرار اللي بيتخذه مجموعه معينه في السوق المصري، ان هي ممكن تضر الوجهه العامه للاقتصاد. ان انا المستثمرين المصريين او ذوي الخبره
في السوق هم اكتر ناس بيبيعوا. طب المستثمر الاجنبي لما يشوف كده يعمل ايه؟ طب المستثمر العربي اللي انا عمال اروج او اداره البورصه عماله تروج للاستثمار في البورصه، فلازم يكون في احجام او تحجيم معين، حتى لو ضمني، حتى لو الناس مش شايفاه، بس يكون احجام معين. طالما في انحراف زياده عن اللزوم في عمليات البيع لازم اقف عنده واتساءل صاحب او البائع ده اسباب البيع بتاعه. طيب لو هو عنده دوافع معينة، طب ايه اللي انا ممكن كوسائل اساعده فيها؟ لو مفيش دوافع لا، لازم اعمل وقفة معينة اشوف هو بيبيع ليه. طيب ما استجابش لاي نداءات، عشان كل ده بيصب في الميزان الاقتصادي بتاعنا او في الوجهة الاقتصادية كلها كجذب رؤوس اموال. لا، يبقى انا لازم اعمل وقفة من عندي انا كادارة بورصة، كادارة هيئة، ان شاء الله مجلس الوزراء نفسه. لا يا جماعة، احنا طالما ما فيش ما يدعو او ما فيش خوف، احنا ليه نخوف الناس؟ ليه على طول اكلم الافراد ان ما فيش خوف واثبتوا والكلام ده؟ لا، انا عندي البياع ظاهر قدامي، لازم احمي السوق في الوقت دوت. على الاقل ان انا مدير الاستثمار الواحد المحتكر للسوق او العدد حجم التداولات بتاعتهم خلال اليوم، يعني دي بعض. ولكن الا ترى ان هذا فيه عمليه تقييد لحريه البيع والشراء؟ ما انا اقول لحضرتك ما فيش حد يقدر يتدخل في حريه البيع والشراء طالما هي قانوني. انما انا طالما في بنقول مشاركه وطنيه او ان انا بتكلم في اقتصاد عام، لا، يبقى لازم يكون في تدخل، اجراءات بنقول عليها طارئه او يعني احترازيه او ده من دافع وطنيه، من دافع المحافظه على الاقتصاد. انما انا ما اقدرش اروج من ناحيه وفي نفس الوقت انا اللي بضغط على السوق بتاعي من ناحيه تانية. فهو للاسف في الجلسات، جلسه النهارده هي سلسله من الجلسات اللي بيتحكم فيها المؤسسات المصريه بالبيع، وعدم وجودهم يعني احنا ما بنشوفش احجام تداول عاليه في خلال الجلسات اللي فاتت من اول شهر فبراير الا في الجلسات الهابطه بس. نعم. جلسه زي جلسه النهارده احنا ما نقدرش نقول ان هي ارتفعت 10 بونت ولا 11 نقطه، ما فيش سهم يعتبر اتحرك النهارده خالص. فيش غير ال 20% من ضمن احجام التداولات في البنك التجاري الدولي، هو السهم الواحد اللي طالع في اكبر 10 اسهم في احجام في قيمه احجام التداول. فعشان كده كل المؤشرات الاخرى هابطه ما عدا المؤشر ال 30 هو زاد ب 10 نقاط. إذن ما هي نقاط الدعم والمقاومة التي يستهدفها المؤشر الثلاثين على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل؟ احنا كنا دايما بننظر للتحليل الفني في خلال الجلسات اليومية عشان الناس تعرف الدعم، ان انا في منطقة معينة تحميني وفي منطقة معينة هيستلزم فيها منطقة جني ارباح. نعم. للأسف برضو سلوك الصناديق وسلوك المؤسسات المصرية أطاح بكل المؤشرات الفنية اللي ممكن أي حد يعتمد عليها. فحتى لو إحنا قلنا إعلاميا مستويات الدعم والمقاومة، إحنا بنقولها عشان يعني بنصبر الناس، أنا بتكلم كلام صريح جدا. إنما فعلا كل المستويات تم الإطاحة بها، إذا كانت مستويات دعم إن اللي أنا واقف عنده دلوقتي مستوى 9600 نقطة، إن أنا كسرته في جلسة مرة واحدة ونزلت ل 6420، ابتديت لما ارتديت منه ابتديت أقول 6420 ده مستوى دعم، ما كنتش أقدر أنبه ليه قبل كده. عندي مستوى مقاومة فعلا دلوقتي طالما أنا تاني جلسة على التوالي فيها ارتفاع، عندي مستوى مقاومة هيقابلني 6800 نقطة، المفروض ان انا اختبره خلال الجلستين الباقيين من الاسبوع. واتوقع ده بس يعني مع احجام التداول اللي شفناها الفترة اللي فاتت، احجام التداول هتبقى مركزة برضو في بعض الاسهم اللي هترفع المؤشر. فاكتر نصيحة للناس في الوقت الحالي اللي هي الاسعار احنا شفنا الداون بتاعها فنيا او من قراءة فئات المستثمرين في اي جلسة، مستويات اللي تمت خلال جلسة التلات اللي فات اللي هي اقل اسعار وجلسات وجلسة زي جلسة النهاردة، هي دي اقل اسعار تم الثبات عليها. تعرفها منين؟ نعرفها من ضعف احجام التداول عند ثبات نفس الاسعار. نعم. اذا ما نظرنا الى الاسهم في المؤشر السبعيني، ما هو مستقبل هذه الاسهم على المدى القصير والمتوسط؟ وما هي نصيحتك للمستثمرين في اسهم اي جي اكس 70؟ مؤشر اي جي اكس 70 والاسهم المحتواه به هو بالتالي يعني مستقبله واعد. احنا بنقول الكلام ده مش النهارده، لا، من سنه، من 2014. نعم. بس للاسف واعد لغايه ما نشوف هو في مرحله ثبات.
لغايه ما نشوف سيوله جديده داخله فيه او محفزات جديده، زي ما احنا عملنا محفزات بانشاء صندوق مؤشرات للاي جي اكس 30. لازم يكون في عمليه توازن في السوق بين القوى البايع والمشتري او على باقي الاسهم كلها. نعم. اول ما اشوف نعم استاذ صفوت، وانت محلل مالي، ما هي المحفزات الذي ينتظرها اي جي اكس 70؟ اول حاجه نتائج الشركات، ده لاي سهم. نتائج الشركات هي اهم محفز. نعم. في السوق، مش اخبار زياده راس المال، مش اخبار التوزيعات المجانيه، لا، نتائج الاعمال والخطط المستقبليه اللي لازم كل شركه تعلن عنها. يبقى في شفافيه في الموضوع دوت، يكون في توجيه اكتر وحس اكتر من الشركات المصدره ان هي مش اصدرت اسهمها وخلاص وما تجيش تلتفت للبورصه غير وقت زياده راس المال فقط، لا، لازم يكون في تعادل او تعاون بين الشركات المصدره وبين البورصه في كيفيه يعني تعادل قيمه مضاعفات القيمه الدفتريه والربحيه. دي لازم المديرين الماليين في الشركات المصدره يبصوا لها، انما للاسف احنا وفي كل دول العالم ده اللي بيحصل. احنا عندنا للاسف ما فيش دوت. فانا اول ما نشوف نتائج ارباح ان شاء الله يعني كويسه بالنسبه للشركات دي، هي من نفسها هتتحرك. دي يعني نقول ايه، المحفزات الذاتيه لتلك الاسهم. انما المحفزات الخارجيه اللي المفروض تحصل، دي اللي المفروض تحصل من اداره البورصه كترويج، ما يبقاش الترويج كله على المؤشر. ما يبقاش انا بحسن صوره المؤشر وانا كده بروج للبورصه، لا، انا كده ممكن ابقى مموت اسهم كتيره جدا ومعاها افراد كتير جدا برضو بيسبب لهم خساره. اذا استاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال، كيف تتوقع ان تسير جلسه تعاملات الغد ان شاء الله؟ وهل تتوقع أن تستمر عملية الشح في السيولة الموجودة في السوق في جلسة تعاملات الغد إن شاء الله؟ الشح في السيولة للأسف هيفضل موجود، ده اللي نتوقعه لغاية منتصف مارس عند استحقاق المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله في شرم الشيخ. هيبقى موجود، ده ما يخوفش حد، لا، بل بالعكس يعني يديني ثبات أكتر إن أنا أبدل ممكن بعض المراكز المالية بين أسهم لأخرى. إنما بالنسبة لجلسة بكرة برضه إن شاء الله هيبقى فيها ارتفاع مشهود بس مش ملموس، مشهود على المؤشر الرئيسي وبالنسبة للبنك التجاري الدولي وبعض الأسهم القيادية. اي جي اكس 70 سيظل يشهد تراجع. اي جي اكس 70 هو مستوى النهارده دون ال 570 نقطه، 570 نقطه هي مستوى الدعم بالنسبه لي، فاحنا نقول برضو ان هو لسه ثابت عندها، كسرها بنص نقطه النهارده، ده مش مقياس خالص بكسرها. اتوقع ان مستوى الدعم دوت هيرشحه لاختبار مستوى 590 نقطه ان شاء الله على يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقه اليوم من برنامج مؤشر النيل. شكرا. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج مؤشر النيل. في الغد ان شاء الله حلقه جديده، فانتظرونا، والى اللقاء.